السلام عليكم. وسط أجواء دولية معبأة بآثار جائحة كورونا التي أذهلت العالم، وواقع يمني مأساوي أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وسط هذه الظروف أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إدارة ذاتية للمناطق التي يسيطر عليها في جنوبي اليمن. هذه الخطوة المثيرة للجدل قوبلت برفض إقليمي وعدم حماسة دولية وفتور محلي، وربما الأهم هو البيان الذي صدره التحالف السعودي الإماراتي ورفض فيه إعلان الحكم الذاتي. بيان التحالف يتصادم مع ما يراه مراقبون من أن إعلان الحكم الذاتي في الجنوب ما كان للمجلس الانتقالي أن يقوم به لولا دعم حليفته الإمارات. وفي المقلب الآخر تثور التساؤلات عن مدى قدرة المجلس الانتقالي على مواصلة طريقه في ظل افتقاده للقدرات الاقتصادية والعسكرية والسياسية اللازمة لإدارة بقعة جغرافية بحجم جنوبي اليمن وتعقيداته. إعلان الإدارة الذاتية يثير سؤالاً عاصفاً عن مصير اليمن، وعما إذا كان هذا البلد المنكوب قد خطأ أولى خطواته نحو التقسيم. أهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب. بعيداً عن انشغال العالم بفيروس كورونا وتداعياته، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي والانفصالي في اليمن إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته، في خطوة سيكون لها تبعات كارثية لاتفاق السلام المبرم في المملكة العربية السعودية بحسب وصف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. الخارجية اليمنية قالت إن إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بإدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي اعتبر أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا هو تعبير انفعالي عن مشاريع صغيرة وقروية وأداة تعطيل وليس أداة بناء، ولن يتمكن من تحقيق أي مشروع بما في ذلك انفصال جنوب اليمن عن شماله. أما المبعوث الأممي في اليمن مارتن غريفيث فقد وصف إعلان حكم ذاتي جنوبي البلاد بالمخيب للآمال، خاصة وأن عدن ومناطق أخرى في جنوب البلاد لم تتعافى من السيول الأخيرة وخطر جائحة كورونا. وفي ذات السياق فإن التحالف العربي أكد ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، تعليقا على تدشين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بما يوحي ببوادر خلاف سعودي إماراتي بشأن اليمن. ويبدو من الانقسامات التي تنذر بالتقسيم فإن اليمن السعيد لم يعد سعيدا، وبات اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة بحسب البرلمان اليمني لوقف ما سماه عبث المجلس الانتقالي الجنوبي، وأنه تجاوز حدوده وأصبح يشكل خطرا جسيما يصب في مصلحة الميليشيات الحوثية ويشجعها لرفض كل المبادرات الداعية للسلام. معي عبر سكايب من اسطنبول الأستاذ أنور الخضري رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث، والأستاذ عادل دشيلة الكاتب والباحث، ومعنا أيضا عبر الهاتف من عدن في اليمن الأستاذ نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك أستاذ نزار من عدن. الآن اليمن لم يتعافى بعد من آثار السيول المدمرة التي اجتاحته أخيرا، وتحديدا عدن يعني، وبعد ثم يعني زد على ذلك الحرب الشرسة التي تخوضها الحكومة الشرعية مع الحوثيين والوضع العام للبلاد. ثمة من يرى الإعلان عن إدارة ذاتية في هذا التوقيت هو طعنة في الظهر لهذه الحكومة، لكن بعيدا عن هذه الطعنة في الظهر، ما الفائدة التي يمكن أن تجنوها من هذا الإعلان في هذا التوقيت في مثل هذه الظروف؟ شكرا لك يا أخي العزيز. طبعا أوضح بعض النقاط التي ذكرت في التقرير. هناك قصور في فهم الجغرافيا والتاريخ. يجب أن يفهم الجميع أن الجنوب وعاصمة عدن كانت دولة ذات سيادة حتى العام 90، ولديها مقعد في الأمم المتحدة وسفارات في مختلف دول العالم، وبالتالي ما حصل بعدها هو في دخول شراكة سياسية مع الجمهورية العربية اليمنية التي تسمى شمال اليمن الآن، وفشلت هذه الشراكة بعد حرب 94 عندما اجتاحت القوات الاجتماعية الجنوب وأصبحت تحت الاحتلال، وباتت قوات الجنوب بالكامل تقاوم هذا الاحتلال حتى تمكنت من بسط سيطرتها مرة أخرى على كافة الرقعة الجغرافية الجنوبية، وبالتالي صارت المسؤولية الكاملة على هذه الرقعة الجغرافية هي على قيادة الجنوب فقط.
وما حدث بعد 2015 عندما تدخل التحالف العربي. نحن من سندنا التحالف العربي ودعمناه في اتجاه تحرير مناطق الشمال بعد ان تمكنا من تحرير مناطق الجنوب، ولكن للاسف الخذلان كان طيله الاعوام الماضيه من قبل الاطراف التي كانت تعمل في الشمال، وبالتحديد هو حزب الاصلاح المنتمي لتنظيم الدولي للاخوان المسلمين الذي عدت خلال السنوات الماضيه من استنزاف التحالف ماليا وعسكريا ولم يتقدم عسكريا باتجاه تحرير صنعاء، وبالتالي الواقع في الشمال هو مسؤوليه شماليه بالتحديد اولا واخيرا، وعليهم ان يحلوا مشاكلهم، لكن في الجنوب على الجميع ان يفهم ان الجنوب هي مسؤوليه ابناء الجنوب، والمجلس الانتقالي الجنوبي هو كيان سياسي مفوض من قبل شعب الجنوب ليتحمل المسؤوليه. عندما اعلن الاداره الذاتيه طبعا كان هذا امر طبيعي جدا لكي ننقذ الانسان اولا في الجنوب بحكم تخاذل الحكومه عن اداء واجباتها خلال الفتره الماضيه، وهذا التخاذل ادى الى كوارث انعدام الخدمات الاساسيه وتنميه الكهرباء وايضا تفاقم الفقر وغلاء المعيشه، وبالتالي تدخل مجلس الانتقال الجنوبي جاء ليعيد الامور الى نصابها الصحيح ولكي يوفر هذه الموارد التي تنهب من قبل تلك الحكومه او الاطراف الشماليه في بناء قصور وشراء عقارات في الخارج وتسخيرها للمواطن في الجنوب. طبعا هذا فقط للصوت. طيب سأعود لأبحث معك يعني حيثيات هذا القرار أستاذ نزار، لكن دعني أعود إلى إسطنبول أستاذ عادل. يعني إذا ما نظرنا إلى الحيثيات والظروف المحلية اليمنية والإقليمية، كيف يمكن فهم هذا الإعلان برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية أكبر الضيوف الكرام. طبعا هذا الإعلان جاء نتيجة للأوضاع الراهنة في المناطق الجنوبية أو الإنفلات الأمني، وليس بجديد، لأن الميليشيات المتمردة هي من تتحكم في عدن، وأيضا في المقابل هذا الإعلان هو نوع من الابتزاز للمملكة العربية السعودية، وأيضا يعني هناك من يقف خلف الميليشيات المتمردة لتقوم مثل هذا الإعلان، ولم يكن هناك دعما حقيقيا أو مباشرا من قبل الإدارة الإماراتية ما تجرأت الميليشيات المتمردة في عدن أن تقوم مثل هذا الإجراء، ولكن لا جديد في الموضوع. فالمجلس الانتقالي كل يوم هو يعلن بأنه مفوض من شعب الجنوب، ويوم يعلن بأنه إدارة ذاتية، ويوم يعلن بأنه شريك مع التحالف العربي، وبالتالي تأتي هذه في إطار المهزلة في المناطق الجنوبية، ولن تغير اللعبة على الأرض لا عسكريا ولا سياسيا. طيب أريد أن هنا في هذا السياق أن أسأل الأستاذ أنور أيضا معي هو في إسطنبول. يعني هو القرار جاء لتصحيح مسار الحكومة فيما فهم من كلام السيد نزار يعني عبر الهاتف من عدن أن الفساد الحكومي يعني كان أحد الأسباب الأساسية في اتخاذ هذا القرار. برأيك إلى أي مدى مثل هذا القرار الصادم الذي اعتبرته الحكومة طعنة في ظهرها، إلى أي مدى يمكن أن يعدل مسار سياسي ما في الفريق الذي يحكم الآن في الشرعية؟ بداية السلام عليكم وتحية لكم عليكم السلام ضيوف الكرام والمشاهدين. بلا شك أن الوضع الشرعية فيه ملاحظات كثيرة، يعني هذا لا يغفله أي شخص، ولكن لا يمكن حل هذه الإخفاقات أو الاختلال الموجود في الشرعية بأدوات السلاح وبالتمرد وبالخروج عن الدولة وبإضعافها وب يعني التحول من مسار الاتفاق الذي نص عليه اتفاق الرياض بين الجانب الحكومي وبين ما يسمى بالمجلس الانتقالي. بالتالي هذا الانقلاب على اصلا الاتفاق الذي تم في الرياض وتعرقلت الحكومه في اداء مهامها والعوده الى عدن، هذا جزء من الاختلالات التي تشهد الحكومه. المجلس الانتقالي لم يقدم للحكومه اي فرصه لان تعود لعدن وان تمارس كافه مهامها السياسيه والاقتصاديه والعسكريه والامنيه والصحيه في هذه الظروف كما اشرتم له. فبالتالي الحكومة الآن معطلة ومكبلة. عدن أعلنت كعاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية في ظل الأوضاع التي تشهدها صنعاء والانقلاب القائم في صنعاء، فكان من المفترض أن تعود الحكومة بكافة وزرائها بكافة كوادرها وأن يتم الانطلاق من عدن، سواء كانت هناك ملاحظات أو سواء كان هناك اختلال، هذه كلها تعالج في إطار سلمي وفي إطار
منظمات ومجتمع مدني وفي إطار أحزاب وكيانات سياسية عبر الإعلام، عبر مجلس النواب، عبر المنظمات الحقوقية، عبر التواصل المباشر، النقابات وما إلى ذلك. أما الحديث عن انقلاب جديد بعد انقلاب العام الماضي وإعلان حكم ذاتي، لا هو بالانفصال التام ولا هو بالبقاء تحت اللواء الشرعية، فهذا بلا شك أنه جزء من عرقلة أداء الحكومة، وهو سبب في عدم قيامها بكثير من مهامها التي كانت من المفترض أن تقوم به خلال ما بعد مرحلة التحرير في الجنوب. لكن أستاذ أنور، يعني أبقى معك، الأستاذ نزار لم يتحدث عن أدائها كامل واجباتها من عدمه، وإنما الرجل الذي يمثل المجلس الانتقالي رأس السلطة الآن في الجنوب يقول إن القضية متعلقة بفساد وبذمة أكثر مما هو بإمكانات وقدرات على قيادة البلاد. أخي الكريم، المجلس الانتقالي متهم بتقرير خبراء الأمم المتحدة بأنه مارس كثير من التجاوزات عبر الأجهزة الأمنية والحزام الأمني والقوات النخبة، جرت اغتيالات في عدن، جرى تعطيل أداء الحكومة، عطل الحكومة من العودة إلى عدن. فعن أي فساد يتحدث المجلس الانتقالي؟ أساساً هو لا هو حزب، وبالتالي يتكلم بمنطق الأحزاب وبمنطق السياسة وبمنطق، ولا هو الميليشيات، ويمكن أن نتفهمها في إطار تمرد على الدولة، وبالتالي يتم التفاهم معها في هذا الإطار. هو يريد أن يمسك ما بين العمل السياسي وما بين الميليشيات الخارجية على الدولة. إصلاحات الدولة تتم من خلال جهود داخلية وليس بالانقلاب على كل الاتفاقيات. كان الاتفاق في الرياض هو المخرج الوحيد لهذه الأزمة. لماذا لم يرفضوا اتفاق الرياض؟ لماذا وقعوا على اتفاق الرياض؟ ألم يكن الاتفاق الرياضي ينص على كل الحلول الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية؟ يقولون بسبب تقاعس حكومة عبد ربه منصور هادي عن تنفيذ هذه الاتفاقية. طيب، نحن سنناقش هذا الأمر ربما بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل أريد أن أعود إلى عدن لأسأل الأستاذ نزار. الفساد ربما يعني لا تكون يعني سببا ومبررا كافيا، لأن الجميع غارق في هذا المستنقع الآن. الفساد مستشري في اليمن كله بكل جهاته أستاذ نزار. السؤال هو، في ظل رفض دولي وأقليمي وحتى محلي، 6 محافظات من الجنوب أعلنت رفضها لهذا القرار، هل ترى أن هناك مستقبلا لهذه الإدارة الذاتية في ظل رفض المحيط والداخل؟ أولا أخي العزيز، لا يوجد نهائيا أي رفض لهذه الخطوة من أي جهة كانت. هناك بعض البيانات التي دعت أو عبرت عن القلق أو التخوف، وهذا التعبير مقبول لحد الأدنى بالنسبة لنا ونتعاطى معه بشكل إيجابي، وبإمكاننا توضيحه، وهذا ما عملناه. تواصلنا ووضحنا لهم هذه الخطوات، وبكل تأكيد هم سيقفون معنا لأننا نحن ندير المعركة الآن على الأرض ضد وباء عالمي ينتشر الآن في العاصمة عدن، وهو وباء كورونا، وبالتالي العالم يعلم من سيعمل على الأرض سيتعاطى معه. لكن عندما تقول رفض فهذا الكلام غير صحيح. هناك بعض المواقع المضللة التي تحاول أن تغالط الآخرين. أيضا بالنسبة لبيانات بعض السلطات المحلية التي ترتهن لقوى، نعم، مع المجلس الانتقالي الجنوبي ومع توجهات الشارع السوري لاستعادة السيادة على مسألة تعيين شخص إصلاحي في أحد المحافظات ليصدر بيان. أستاذ نزار، أنا مهتم، هذا أمر، نحن مهتمون بسماع رأيك ورؤيتك في هذا الموضوع، لكن يبدو أن هناك مشاكل في الصوت. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعاود الحديث في هذا الموضوع لو أذنت لنا. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد فاصل قصير.
أسعدكم الله، وهذه عودة لمتابعة الحديث عن قرار المجلس الانتقالي إقامة إدارة ذاتية في الجنوب اليميني. أعود إليك أستاذ نزار، في عدن كان الصوت متقطعا، يعني لو تتفضل بإعادة ما ذكرته، من أن سألتك عن الفائدة، يبدو أنك لست جاهزا أستاذ نزار، لست جاهزا، لا بأس، أذهب إلى إسطنبول. أستاذ عادل، التحالف السعودي الإماراتي صدر بيانا رفض فيه هذا الحكم، واعتبره يعني خارجا عن الشرعية، ودعا بالعودة إلى اتفاق الرياض. أبوظبي تدعم المجلس من جهة، ثم بعد ذلك ترفض هذا المجلس، تدعم المجلس الانتقالي من جهة، ثم ترفض القرار الذي أعلن عنه بإدارة الحكم الذاتي. هل من تفسير لموقف أبوظبي؟ يعني غير مفهوم هذا الموقف. أنا باعتقادي أن الخطوة الأخيرة التي قام بها المجلس الانتقالي جاءت بإعاز من الإمارات العربية المتحدة، وهذا يمثل انقلاب من قبل الإمارات العربية المتحدة على حليفتها الاستراتيجية المملكة العربية السعودية. لأنه لماذا هي تدعم السعودية على الرياض، وفي المقابل توعد إلى ميليشياتها المسلحة بأن تقوم بمثل هذه الإجراءات الغير قانونية؟ إذن الإدارة الإماراتية انقلبت بشكل كلي على المملكة العربية السعودية، ولكنها لا تريد يعني أن يظهر الخلاف على العلن، ولكن بخلال إيعاز مثل هذه الميليشيات المتمردة بأن تقوم مثل هذه الأعمال. لكن في المقابل الإدارة السعودية حققت قدر الإمكان بأن يكون هناك أسباب، أو أن يكون الإعلان الذي صدر عنها مؤخرا لا يؤدي إلى مزيد من العمق، بل إلى تهدئة الأوضاع، وطالب مجلس قريب العودة إلى اتفاقية الرياض وتطبيق الرياض فورا. إذن الكرة في ملعب الإمارات العربية المتحدة والميليشيات المتمردة في عدن، ولكن لا أتوقع أن الحال سيستمر إلى ما هو عليه اليوم. السعودية أصبحت الآن في مأزق خطير، الآن متواجدة قوتها في عدن، إما أن يتم تنفيذ الاتفاق وهذا صعب في الوقت الراهن، أو أن تدخل في مواجهة مسلحة مع الميليشيات المتمردة في عدن، وهذا لن تستطيع المملكة العربية السعودية. إذن الوضع يستمر على ما هو عليه ما لم يتم حل الخلاف بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لأنه الميليشيات المتمردة في عدن هي مجرد أدوات بيت الإمارات العربية المتحدة. في حال تم الإعاز من الإمارات لهذه الميليشيات أن تتوقف، باعتقادي أن هذه الميليشيات ستقوم بتنفيذ ما هو عليها من 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 من, من, من التزامات فيما يخص اتفاقية الرياض. طيب أستاذ أنور، السعودية الإمارات لأنها الحليف الأساسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، طيب هل هذه الخطوة فيما يقوله مراقبون من أنها تدعم قرار من وراء الستار، تدعم قرار المجلس الانتقالي في إعلان الإدارة الذاتية، هل هذه الخطوة دعم هذا المجلس في هذا القرار مناورة في وجه السعودية بسبب اختلاف الأولويات بينها وبين الرياض، أم أنها تعبير عن استراتيجية بعيدة المدى في هذا البلد في اليمن؟ أنا أختلف مع الأستاذ عادل فيما ذكره بخصوص الموقف السعودي والإماراتي. هذا فيما يظهر الحقيقة أن هناك تبادل أدوار بين السعودية والإمارات في الملف اليمني، ففي حين أن الإمارات تتعامل مع الملف اليمني بالعصا، تتعامل المملكة العربية السعودية بالجزرة، ونحن رأينا كيف أن السعودية لم تقف مع الحكومة الشرعية ومحاولتها لاستعادة عدن العام الماضي من أيدي المجلس الانتقالي، بل سكتت عن الضرب أو القصف الجوي الذي نال الجيش الوطني وذهب ضحيته 300 من الجنود. السعودية كان بإمكانها منذ البدايات الأولى لتشكيل المجلس الانتقالي وتحوله إلى ميليشيات متمردة أن يعني تعزز موقف الحكومة الشرعية. ما نلاحظه خلال الفترة الماضية كاملة وأن السعودية تنتقص كل يوم باتفاقيات ومن خلال مفاوضات ومن خلال وسائل على الأرض تكل إدارتها إلى الإمارات، لتمارس السعودية بعد ذلك الضغط وجانب الإصلاح لصالح الإضعاف الشرعية. الشرعية اليوم فيها في أسوأ مراحلها، والسعودية هي المتسبب الأساسي في إضعافها، هي المتسبب في دخول الحوثيين إلى صنعاء، هي المتسبب في انقلاب عدن، هي المتسبب اليوم. لكن أستاذ أنور، لم تجبني عن سؤالي. إذا ما كانت هذه الخطوة الإماراتية في دعم المجلس الانتقالي إعلان الإدارة الذاتية خطوة تكتيكية مناورة في وجه السعودية، ستعود عنها لاحقا إذا ما تحققت أهدافها في الجانب الآخر، أم أنها تعبير عن استراتيجية بعيدة المدى للإمارات في اليمن؟ لا، هي طبعا ارتباك في الحقيقة، لا يمكن نعتبرها إلا ارتباك في ظل التحولات في المنطقة الآن تشهدها ليبيا ومناطق مختلفة. الإمارات الآن مرتبكة وهي تريد أن تبادر في وضع يدها
يعني بقوة الأمر الواقع على الجنوب، وبالتالي فهي بادرت. المفاجأة التي غيرت هذا كله هو أن المحافظات الجنوبية، 6 محافظات جنوبية رفضت هذا القبول بهذا الأمر، المكونات الجنوبية رفضت هذا الأمر، ما اضطر السعودية والإمارات للإعلان عن موقفهم بعد يومين من محاولة يعني الحكم الذاتي الذي قام به المجلس الانتقالي. إذا نحن الآن نتكلم عن موقف أتى بعد مواقف داخلية ومحلية شملت المجلس النواب، شملت الحكومة، شملت 6 محافظات، شملت مكونات قبلية ومجتمع مدني، بالتالي كان مضطر التحالف إلى أن يتراجع عن تأييد المجلس الانتقالي. طيب أريد أن أذهب إلى الأستاذ نزار. الواقع أستاذ نزار، يعني أنتم أعلنتم عن برنامج اقتصادي من عدة خطوات، من ضمنها الاعتماد بشكل أساسي على الرسوم الجمركية والتعويضات في المنافذ في عدن وفي غيرها من المحافظات الجنوبية، لكن هذا كله غير قادر على إقامة إدارة ذاتية في هذه المناطق. من أين لكم المصادر المالية للمؤسسات، الموازنات العامة، رواتب الموظفين، بنية تحتية، خدمات أساسية يجب أن تقوموا بها؟ غير قادر الجنوب الآن على أن يعطيكم هذا الريع أو هذه الأموال الكافية. هل تعتمدون في ذلك على الإمارات؟ هو السؤال من أين لك المعلومة أن هذه الموارد لا تكفي؟ الحقيقة أنها تكفي وزيادة، ولكنها كانت تنهب من قبل عصابات المافيا الخاضعة للحكومة. الإشكالية الحقيقية مع تلك العصابات أنها تمنع عن المواطن الإيرادات وتحاول أن تعيشه دائما في ظلام دامس وأيضا في معيشة ضنكة، وهذا الأمر ما يعني استشعره المواطن بشكل واضح. حاليا المجلس الانتقالي الجنوبي يعمل مع الشرفاء في عملية تجميع تلك الموارد التي كانت ترسل للأسف في مناطق الشمال، وتحاول أن تخصصها الآن فقط في مناطق الجنوب لكي نستطيع أن نوفر الحد الأدنى من الخدمات وأيضا من دفع الرواتب للمدنيين والعسكريين. هذه المهمة قد تكون صعبة بالبداية، لكنها بإذن الله من خلال الإشراف المباشر مع القائمين على المؤسسات الإيرادية في عموم محافظات الجنوب بكل تأكيد نتخطى الكثير من العقبات. الكل يعلم أن الحكومة أرادت إفشال كل الجهود السابقة، وأرادت أيضا إفشال التحالف العربي الذي دعم بمليارات في سبيل إنهاء هذا التمرد القائم في الشمال وأيضا في تطبيع الحياة في مناطق الجنوب والشمال. طيب يعني جيد، أنت تستشهد هنا بالتحالف العربي، والتحالف العربي يعني رفض هذه الخطوة ودعاكم إلى العودة إلى اتفاق الرياض، هل يمكن من طريقة لإصلاح ما ترونه من خلل في أداء الشرعية عبر اتفاق الرياض؟ طبعا ما لا يوجد نهائيا أي رفض. نعم لو تكرر أستاذ. لا يوجد نهائيا أي رفض من قبل التحالف العربي. هناك بعض التحفظات التي بإمكاننا التوصل إليها. نحن مع اتفاق الرياض، ونحن من لبينا. طيب كيف قرأتم بيان التحالف الذي يعني اعتبر أن هذا الأمر تصعيدي ويجب العودة إلى اتفاق الرياض؟ ونحن مع هذا، نحن نتمنى أن تعود تلك الأطراف إلى اتفاق الرياض، لكن الخلل هو 6 أشهر لم او بالاصح مماطله ممنهجه من قبل تلك الحكومه لتنفيذ الاتفاق. فالى متى سننتظر؟ نحن عملنا هذا الاجراء لكي نحمي انفسنا ونحمي المواطنين من الفقر ومن الظلام الدامس، وبالتالي الكل سيتفهم هذه الخطوه، لكن عوده الى اتفاق الرياض نحن مع هذا بكل تاكيد. يعني اذا ما اقامت التحالف العربي بقياده السعوديه في خطوات عمليه لالزام الطرفين بالعوده الى المفاوضات او تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض، فهذا افهم من كلامك انك مع العوده الى اتفاق الرياض لتوزيع السلطه بينكم وبين الحكومه الشرعيه، وبالتالي يعني ازاله الاداره الذاتيه اذا صح التعبير. الإدارة الذاتية لا علاقة لها بالمطلق بالاتفاق. الاتفاق هو اتفاق سياسي ينص على مناصفة فيما بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما تسمى الحكومة الشرعية. هذه المناصفة ترفضها تلك الحكومة، بالأصح الإخوان المسلمين المتواجدين في الحكومة التي تعتقد أن بوجود المجلس سينتهي دورها وسينتهي فسادها، وهذا ما سيحدث بكل تأكيد. طيب أستاذ نزار، يعني أليس الإعلان على هذه الإدارة الذاتية فيه إبطال اتفاق الرياض؟ لأن اتفاق الرياض ينص على مناصفة في حكومة من 24 وزيرا بين الشماليين وبين الجنوبيين، إذا ما جاءت الإدارة الذاتية فلم يعد هناك أي قيمة لحكومة مناصفة بين الشماليين والجنوبيين. الإدارة الذاتية هو شأن جنوبي بحت، لا علاقة للحكومة الشرعية التي غالبيتها من الشمال في هذا الأمر.
نحن نتكلم على المناصفة فيما يخص الجنوب، فالجنوبيين هم من يدير مرافقهم الآن. المجلس الانتقالي الجنوبي لن يكون بديل عن المرافق الموجودة، بعيداً عن الحكومة المركزية، معينة أساساً من الشرعية في إدارة تلك الموارد. نحن دورنا فقط إسنادها ودعمها لتحسين وترشيد الموارد باتجاه خدمة المواطنين. طيب أنا سأعود إليك أستاذ نزار، أذهب إلى الأستاذ عادل. من الخاسر ومن الرابح في مثل هذا القرار في هذا التوقيت تحديداً؟ طبعاً الخاسر هو الشعب السعودي وأيضاً المملكة العربية السعودية، لأنه هذه الميليشيات هي نتيجة جاءت نتيجة أو ظهرت نتيجة السياسات الخاطئة للاتحاد العربي تجاه ما يحدث داخل الأراضي اليمنية. وأنا باعتقادي بأن هذه الميليشيات هي في تناغم مع الميليشيات الحوثية، وأيضاً لا ننسى بأن هناك أين وجه الخسارة السعودية في هذا الإعلان؟ طبعاً معنى ذلك أن الميليشيات المتمردة المدعومة إماراتياً في المناطق الجنوبية ستحكم السيطرة على هذه المناطق، والحركة الحوثية هي في حوار مع الإدارة الإماراتية، وهناك حوار بين إيران والإمارات العربية المتحدة على تبادل الأدوار في المنطقة. إذن الإمارات العربية المتحدة من مصلحتها أن تبقى هذه الميليشيات هي الحاكم الفعلي في المناطق الجنوبية، وبالتالي إذا استطاعت هذه الميليشيات السيطرة على المناطق الجنوبية معنى ذلك أن الحركة الحوثية ستحكم السيطرة على المناطق الشمالية، وهنا انتصر المشروع الإيراني على المناطق الشمالية. إذن تبقى الإدارة السعودية محاطة أو السعودية محاطة بميليشيات متمردة من الشرق والشمال أو الشرق والجنوب. إذن على السعودية أن تفهم جيدا بأنه الاستمرار في سياسة المداهنة وفي سياسة المرافاة لن يزيد القيمة إلا بلة. عليها أن تعرف جيدا أن مصلحتها الاستراتيجية في إبقاء اليمن تحت دولة اتحادية موحدة، وليس دعم الميليشيات أو السمح للميليشيات المتمردة في الجنوب أو دعم الميليشيات في الغرب أو دعمها في الشرق أو هنا أو هناك. الآن من يتحكم في هذه الميليشيات المسلحة؟ أليس هو التحالف العربي؟ من يدعم الميليشيات في غرب اليمن؟ أليس هو التحالف العربي؟ من الذي يضعف السلطة الشرعية في المناطق المحررة؟ أليس هو التحالف العربي؟ من الذي يدعم المجلس الانتقالي؟ أليس هو الإدارة الإماراتية بشكل مباشر عسكريا وماليا وسياسيا وحتى دبلوماسيا فتحت مقاعسات دبلوماسية للانتقالي في بعض العواصم الغربية؟ إذن السعودية عليها أن تدرك بأن الإمارات العربية المتحدة في يوم ما ستبقى السعودية لوحدها في اليمن، وقد تركتها الآن الإدارة السعودية متواجدة في عدن. قد ربما إذا تفجر الصراع في داخل عدن لا تستطيع الإدارة السعودية الخروج من عدن، لأن هذه الميليشيات لن ترحم في المقابل، خصوصا إذا تلقت استشارات من الإمارات بضرب الإمارات السعودية. إذن أنا أختلف مع الأخ أنور بأن هناك تناغم إماراتي سعودي، بل هناك خلاف جذري بين الإمارات والسعودية على تقاسم الأراضي اليمنية. المملكة العربية السعودية موجودة في الشرق والإمارات موجودة في الجنوب. اليوم الإمارات العربية المتحدة تحاول السيطرة بالقوة العسكرية على سقطرة. إذن التحالف العربي في الظاهر هو جاء من أجل الشرعية، ولكن من تحت الطاولة هو في خلاف عميق، وبالتالي هناك يعني خلاف مصالح، هناك أيضا صراع مصالح، والمواطن اليمني هو من سيدفع الثمن. أما بالنسبة لإعلان المجلس الانتقالي في المناطق الجنوبية فباعتقادي لن يطبق هذا الاتفاق أو هذا الإعلان، فلن يستطيع السيطرة على المناطق الجنوبية، وقد خرجت المحافظات الشرقية والجنوبية ضد هذا الإعلان. إذن المجلس الانتقالي هو مجرد أداة بيد الإدارة الإماراتية، وينفذ ما يملى عليه من دائرة صنع القرار، وفي حال تم إسكاته فأنا باعتقادي سيتوقف. طيب أريد أن أسأل أستاذ أنور، من الذي يرسم الاستراتيجية في اليمن؟ مسار الصراع، مسار العمل السياسي، يعني واضح أن هناك يعني اختلافا في الأولويات بين الإمارات والسعودية، لكن ليس واضحا من الذي يحدد المسار العام للعمليات العسكرية وللمسار السياسي في البلاد. بلا شك أن التحالف العربي منذ تدخله بموجب خطاب الرئيس لمجلس التعاون الخليجي هو من يتحمل اليوم الواقع اليمني. اختلاف السعودية والإمارات بأي مسمى سميناه هو اختلاف في الجزئيات وليس في الكليات. المملكة العربية السعودية يهمها بالدرجة الأولى أن تؤمن حدودها الجنوبية باتجاه الحوثيين، وهي في حالة تواصل دائم مع الحوثيين لإقناعهم بتأمين هذا بحدودها و تقطيع قطع علاقتهم بإيران والارتماء لأحضان السعودية والإمارات، لكنها إلى الآن لم تحقق أي تقدم. السعودية تريد منفذ على بحر العرب، وبالتالي فهي مهتمة بالمهرة ومهتمة بالحضرموت، في حين أن جبهات المواجهة مع الحوثي لا تجد أي دعم. القوات السعودية موجودة في المهرة وحضرموت، هل في المهرة والحضرموت أي اعتداء حوثي؟ هل في المهرة وحضرموت أي تمرد؟ لا يوجد أي تمرد،
السعودية بالحقيقة تريد أن تجد يعني حصتها من الكعكة اليمنية، وبالاتفاق مع الإمارات قضية نسبة التقاسم بينهما هنا الخلاف، لكن الكل متفق حقيقة على أن تظل اليمن دولة هشة، على أن يكون الجميع مرتبطين بالأجندات التحالف، ومن خلف التحالف هناك اللجنة الرباعية التي تمثل السعودية والإمارات بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية الماسكين بملف اليمن عموما. فبريطانيا حاضرة والولايات المتحدة الأمريكية حاضرة، اللجنة الرباعية التي نشأت بعد 2011 ويعني أصبحت مسؤولة عن الملف اليمني هي من تشكل القوى وهي من يعني ترتب الملفات. هناك مساحة تعطى للسعودية والإمارات، ولكن في الأخير الحضور الدولي للولايات المتحدة الأمريكية ولبريطانيا موجود. الشعب اليمني ينبغي أن يعي أن وحدته وأن هويته وأن أمنه واستقراره وسلامه مهدد في ظل هذه الميليشيات، سواء كانت شمالية أو جنوبية. أي ميليشيات تخرج عن الإجماع الوطني، عن الحكومة الشرعية، فهي خارجة عن المجتمع. أي اختلالات يجب أن تعالج من خلال المجتمع، وعلى الشرعية أن تعي تماما أنه ما لم تعود إلى أرض الوطن وتمارس كامل صلاحياتها من داخل أرض اليمن فإنها ستظل نهشا لمحاولات السعودية أو لمحاولات الإمارات في التقليل من صلاحياتها، في الضغط عليها، في أخذ بعض الأجزاء من هذا الوطن. اليوم كما ذكرت لك هناك حديث عن تهديد لجزيرة سقطرى من أشخاص موالين الإمارات، وفي ظل وجود القوات السعودية ستثبت الأيام ما إذا كانت السعودية متحالفة مع الإمارات أم هي غطاء للعدوان الإماراتي على الأراضي اليمنية. طيب نكمل هذا الحديث بعد وقفة أخيرة، وقفة أخيرة ومن ثم عودة لاستكمال هذه الحلقة. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا بكم من جديد أستاذ نزار. أعلنتم الآن الإدارة الذاتية في المناطق التي تسيطرون عليها في جنوب اليمن، ما الخطوة التالية؟ يعني هذه الإدارة الذاتية حقيقة لم تحظى بقبول أحد حتى الآن، ما الخطوة التالية؟ ماذا بعد ذلك؟ هناك فهم مغلوط أيضا لمفهوم الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية هي تحمل المسؤولية لهذا الشعب، هناك تخلي عن تحمل المسؤولية من قبل الحكومة طيلة الفترة الماضية، وبالتالي مجلس الانتقال الجنوبي اتخذ هذه الخطوة ليتحمل مسؤوليته أمام هذا الشعب، هذا في المقام الأول. هذه خطوة ليست جديدة، يعني هناك خطوات أخرى سابقة اتخذت مثلا في مأرب منذ 5 أعوام. مأرب تعتبر خارج إطار الدولة تماما، مواردها بالكامل بعيدة تماما عن موارد البنك المركزي الذي موجود في عدن. لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعين شخص واحد فقط في مأرب بدون التشاور مع محافظ المأرب، بس ولكن لأن هناك للأسف تنظيم الإخوان هو من يدير الإدارة في مأرب، فبالتالي هذا الأمر مبرر. لكن عندما يتعلق الأمر في المناطق الجنوبية فهناك شعار إخواني ينطلق، وللأسف يحاول أن يضلل الآخرين أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفكك وإلى أشياء أخرى. القضية السياسية واضحة للجميع، الجنوبيين لن يعودوا مرة أخرى إلى صنعاء. طب مطلبهم واضح منذ حرب 94 باستعادة كيانهم السياسي، وهذا الأمر معروف للجميع، ولهذا هم متخوفين. هم متخوفين بدرجة أساسية من فقد الثروات التي كانوا ينهبونها من الجنوب، ولهذا الصراخ هو فقط على الثروات وليس على الشعب، بينما الشعب
لا أحد يتحمل مسؤولية. 30 عاما مضت والتدمير هو ما تحصل عليه الشعب في الجنوب، وبالتالي من حق الجنوبيين الآن أن يعيشوا بكرامة. مسألة اليمن الواحد هذا أمر مفروغ منه، انتهى، لا يوجد يمن واحد، هناك جنوب وهناك أيضا يمن، وبالتالي على الجميع أن يتعاطى مع هذا الواقع الجديد. وهناك اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة متقدمة باتجاه الخطوة القادمة وهي إنهاء الحرب، وأيضا الخوض في مفاوضات سياسية بإشراف المبعوث الدولي للوصول إلى الحل النهائي الذي يضمن للجنوبيين حقهم باستعادة السيادة على كامل أراضيهم بعيدا عن وصاية صنعاء وأحزابها والإخوان المسلمين. يعني أنتم قلت لن نعود إلى صنعاء مرة أخرى، يعني هل أفهم من ما تفضلت به قبل قليل أننا يجب أن نجهز أنفسنا كي نشاهد يمنين بعد اليوم؟ قبل 90 كان هناك اليمن الديمقراطي في الجنوب وأيضا الجمهورية العربية في الشمال، هذا أمر مفروغ منه، انتهت تلك الوحدة السياسية، لا يوجد نهائيا أي توافق سياسي فيما بين الجنوب وما بين اليمن الشمالي، مستحيل أن تعود الأمور إلى نصابها السابق، ولكن الجنوبيين يؤسسون لدولة نزار. يعني أنت تقول بينما في الشمال الكل يرتهن الآن للحوثي الذي عاد الشمال إلى ما قبل 1000 عام حكم الإمامة. أستاذ نزار أنت تقول مستحيل العودة إلى الوحدة السياسية، أنت تقول أن الوحدة السياسية مستحيل العودة إليها بين الشمال والجنوب، هل هذا الرأي يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي أم يمثل كامل الجنوبيين، خصوصا إذا ما علمنا أن 6 محافظات من 8 جنوبية رفضت قراركم هذا؟ سيدي العزيز، هذا القرار جنوبي بحت، كل شعب الجنوب مع هذا الرأي، بإمكان أي منظمة أن تنزل إلى الجنوب وتعمل استفتاء، وبالفعل هناك منظمات قد نزلت وعملت استفتاء، أكثر من 90% مع عودة الجنوب إلى ما قبل 90. من يتحدث الآن عن 6 محافظات فهو للأسف عين أشخاص في السلطة في المحافظات هذه من الإصلاح لكي يوالي فقط وينفذ ما يطلبه، وبالتالي هذه الشخصيات المأجورة لا تحسب على الجنوب ولكن تحسب على حزب الإصلاح الذي يوالي تنظيم الإخوان المسلمين. طيب أستاذ عادل، هل صار بحسب ما سمعنا الآن من الأستاذ نزار، هل صار اتفاق الرياض في حكم المنتهي أو أنه فقط مهمته هي يعني توضيب الوضع العام في اليمن لإنهاء الاقتتال الداخلي ورسم المسار السياسي بين الشماليين فيما بينهم؟ طبعا اتفاق الرياض تم دفنه منذ اليوم الأول على راية الاقتتالي، واليمن حاليا مفكك ولن يكون هناك يمنين شمال وجنوب، البلد مفكك إلى أكثر من 4 أو إلى 5 أجزاء. اليوم المتحكم في اليمن هو التحالف العربي والإدارة الإيرانية، ولدينا هناك إقليم في الغرب تدير الإمارات العربية المتحدة، وإقليم في عدن تدير الإمارات، وإقليم في الشمال تدير إيران، وإقليم في الشرق تدير السعودية. إذن البلد سيتفكك إلى كانت متناحية وليس إلى يمنين، ومن يقول بأن هناك سيكون هناك نظام في الجنوب ونظام في الشمال فهذا من 7 المستحيلات. ولذلك أنا من وجهة نظري الشخصية بأن اتفاق الرياض تم دفنه في اليوم الأول ولم يطبق على أرض الواقع، لأن هذه ميليشيات متمردة، والتحالف العربي من مصلحة أن يبقى البلد ضعيفا مفككا إلى كانتونات متناحرة، وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تتحمل مسؤوليات الأخلاقية والقانونية والوطنية، وأن تخرج من العاصمة السعودية أركاب وأن تتجه إلى أطرف إلى أقرب محافظة يمنية لكي تدير الأوضاع، ألم فالمشؤوم أو لا ينبأ بخير لكل أبناء البلد، ليس للمناطق الشمالية ولا حتى المناطق الجنوب. هل تستطيع الشرعية اليمنية، أنت دعوتها إلى الخروج من العباءة السعودية، هل تستطيع فعل ذلك عمليا؟ إذا وجدت الإرادة الحقيقية بكل تأكيد، إذا وجدت الإرادة الحقيقية عليها أن تخاطب الإدارة السعودية بالمنطق، عليها أن تخاطب الإدارة السعودية بالمنطق السياسي، إلى هنا ويكفي. إذا شعرت الإدارة السعودية بأن الحكومة اليمنية لديها رغبة حقيقية على تطبيق الأمن والاستقرار، وأن هذه السعودية مستعدة أن تضحي بكل مصالحها الشخصية والذاتية لصالح أبناء الوطن، بكل تأكيد الإدارة السعودية ستخضع للجانب اليمني، ولكن لحظة لم تتلقى أي يعني طلب حقيقي من قبل إدارة الرئيس اليمني عبد المنصور هادي. بالتالي السعودية لن تتصرف وفق مصالحها في المناطق الجنوبية وحتى في الشمالية والشرقية. السعودية هم أمنها القومي، اليوم هناك حوار مباشر على الحديث في العاصمة السعودية، في العاصمة العمانية مسقط، بين السعودية والحوثيين، وهناك حوار بين السعودية وحتى بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية مقيدة. إذا الشرعية اليمنية هي تتحمل المسؤولية الوطنية قبل السياسية، المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية. أما بالنسبة للتحالف العربي فلا يهم سوى مصالحها، الإمارات العربية المتحدة لديها مصالح،
هي تقاتل من اجل مصالحها الاستراتيجيه، وجاءت في اليوم الاول وقالت ان لدي مصالح واهداف في اليمن، واحد محاربه الاسلام السياسي، اثنين الاستيلاء على الساحل الغربي وعدم، ثالثا تعمل دعم انفصال جنوب اليمن، وهي تعمل وفق هذه الاجندات من اليوم الاول. اذا اين هي الدوله اليمنيه؟ الدوله اليمنيه مغيبه وغيبت نفسها عندما وضعت كل بيتها في سله التحالف، راينا ما راينا من احداث اليوم. نعم. اذا الان انا باعتقادي لابد من وجود تيار وطني يبسط السيطره على الارض ويقول لهذه الميليشيات الى هنا ويكفي، ولا بد من عمليه جراحيه عسكريه في المناطق الشماليه والجنوبيه، والا سيستمر الوضع على ما هو عليه اليوم. طيب اريد ان اسال الاستاذ انور، في اسطنبول الان السعوديه يبدو انها مكتفيه فقط بالبيانات والدعوات الرسميه للعوده الى اتفاق الرياض، هل هي عاجزه عن فعل ما هو فوق البيانات ام انها لا تريد فعل غير ذلك؟ لا، ليست عاجزه بلا شك، لانه لديها اوراق كثير يمكن ان تلقي بها، لديها الحكومه الشرعيه ذاتها، لديها احزاب، لديها قوى اجتماعيه، السعوديه اليوم تمسك بكافه الخيوط بيدها. ونحن نعرف جميعا أن كثير ممن نزحوا من الشمال ومن الجنوب للظروف التي تعيشها اليمن هم اليوم يقطنون السعودية أكثر من أن يقطن أي بلد آخر، وبالتالي في السعودية تمتلك يعني ملف القبائل، ملف الجيش الوطني، ملف الحكومة الشرعية، يمكن أن تضغط بهذا كله وتقدم الدعم اللازم. لو صرفت السعودية لكن خلال في الجنوب الأمر الماضي ربما هي كذلك، في الشمال أستاذ أنور، لكن في الجنوب ليس الأمر كذلك، في الجنوب هذا أستاذ أنور لكان وضع اليمن اليوم انتهى. طيب. الى حل يعني كامل وشامل لجميع الاطراف، يعني كما تفضلت انها تمسك بملف اليمن لكن في الشمال ربما، اما في الجنوب ربما الامر مختلف، هناك المجلس الانتقالي الذي يدين بالولاء اذا صح التعبير للامارات، وهناك الميليشيات التي صنعتها الامارات كما يقول مراقبون يمنيون وحتى مسؤولون يمنيون. اخي الكريم، القوات المجلس الانتقالي فرت من شبوه ومن ابيان ومن محافظات اخرى، وكادت الحكومه اليمنيه ان تدخل عدن لولا طيران التحالف الذي قصف وقتل 300 مجند في الجيش الوطني. الحكومه اليمنيه قادره ان تحسم الامور، والمجلس الانتقالي ليس الا فزاعه وليس الا يعني فقاعه ليس لها اي وجود. نعم. في اكثر المحافظات على سيرة الفقاعة لا يواجهون الجيش. نعم. الوطني بشكل تفضل. طيب عفوا، على سيرة الفقاعة أريد أن أسأل الأستاذ عادل، يعني مراقبون كثر حقيقة يمنيون وعرب وحتى دوليون قالوا إن المجلس الانتقالي هو يعني حالة عابرة لا يملك القدرة على الاستمرار في قراره هذا، وبالتالي يعني هذه الأمر يمكن استدراكه، هل ترى الأمر على هذا النحو أم أنك من الناظرين إلى اليمن على أنه بات أقرب أكثر من أي وقت مضى إلى الانقسام والتفكك؟ الوقائع على الأرض تقول بأن المجلس الانتقالي هو عبارة عن ضعيفة ومتواجد في إقليم عدن، أي في الضلع وعدن وبعض الأجزاء بحج وأيضا أبين، ولذلك أنا باعتقادي في حال سمح للدولة الشرعية بأن تقوم بواجباتها القانونية والوطنية، المجلس الانتقالي سينتهي وسيذوب سيذوب الماء في الملح. لذلك أنا باعتقادي المجلس الانتقالي الجنوبي لا يستطيع حتى اللحظة فرض أمرا واقعا في المناطق الشرقية والجنوبية، وهو مرض شعبيا سواء في حضرموت أو سواء في المهرة، وقد رأينا مؤخرا بأن أبناء حضرموت يقولوا بأنهم يريدوا إقليما أو دولة دولة مستقلة، وأيضا المهرة في دولة مستقلة، وشبوة تقول بأنها ترفض هذه الميليشيات. إذن المجلس الانتقالي الجنوبي هو مجرد أداة يد استخبارات الإمارات عن الدولة اليمنية أن تواجبها تستطيع أن تفرض أمرا واقعا في عدن وأن تؤدي هذه الميليشيات بقوة عسكرية. نعم، أستاذ نزار، كيف ستكون ملامح علاقتكم بالتحالف العربي الآن، تحالف الإمارات السعودي تحديدا؟ علاقة قوية ومتينة، وبإذن الله ستكون علاقة استراتيجية نحو نهوض بالمنطقة وأيضا لمواجهة المشاريع الخبيثة كالمشروع الإخواني والمشروع الإيراني. هذه توجهاتنا وهي واضحة ونحن مستمرين فيها بإذن الله. فقط مداخلة بسيطة جدا على ما يقال، المعركة الحقيقية لما تسمى الشرعية هي في صنعاء. عندما تترك هذه المعركة فهي تثبت للعالم أجمع أنها لا تقاتل لأجل استعادة عاصمة صنعاء، ولكن لكي تغزو الجنوب من جديد، وبالتالي من حق الجنوبيين أن يدافعوا عن أنفسهم. ومن يتحدث عن أن هناك صراعات في الجنوب فهذا كلام عار عن الصحة، وهي مجرد أقاويل إخوانية هدفها فقط إثارة الفتنة، والجنوبيين واعين لهذا الأمر وبكل تأكيد سيعملون على. إذا ما كانت المعركة الحقيقية في صنعاء أستاذ نزار كما تفضلت، إذا ما كانت المعركة الحقيقية في صنعاء فما الفائدة الذي يمكن أن يقدمها قراركم هذا لمعركة صنعاء الحقيقية؟
لا علاقة لنا نحن، المعركة الحقيقية للشرعية وليست لنا في صنعاء. عندما تعجز تلك القوة في مواجهة الحوثيين، هل تعتقد أن الجنوبيين سيقاتلون إلى جانب هذه القوات الفاسدة التي أغلبها مع الإخوان المسلمين؟ هناك علاقة تربط الإخوان والحوثيين في مشروع واحد، وهو غزو الجنوب، تمكين الحوثيين من الشمال لمصلحة إيران، وتمكين الإخوان من الجنوب لمصلحة قطر وتركيا، وهذا الأمر بكل تأكيد مرفوض من كل الجنوبيين. يعني أختم معك هذا السؤال أستاذ نزار، أنت قلت بأن علاقتكم بالمجلس الانتقالي أو في الإدارة الذاتية مع التحالف العربي ستكون قوية، هل هذا بناء على معطيات بأن التحالف الإماراتي السعودي أعطاكم ما يطمئن قلوبكم على أن العلاقة المقبلة ستكون جيدة بينكما بعد هذا القرار؟ قرارنا قرار ذاتي، نحن اتخذناه بناء على الإرادة الشعبية والمصلحة الشعبية في الجنوب، ولكن دعمنا للتحالف العربي منذ عام 2015 وحتى الآن يؤكد أن هذه العلاقة ستستمر علاقة متانة وشراكة قوية بإذن الله باتجاه تأمين المصالح الدولية في المنطقة. الكل يعلم أن الجنوب لديه يعني مناطق حساسة سواء في باب المندب أو في بحر العرب، وبالتالي حماية هذه المناطق منوط به المجلس الانتقالي الجنوبي مع بقية الجنوبيين، وبكل تأكيد بدعم من الأشقاء في التحالف العربي نحن نكون لهم جزيل الشكر والتقدير في المملكة العربية السعودية والإمارات وأيضا مصر العربية وكافة الدول المشاركة في التحالف. طيب يعني أستاذ أنور، الرياض الآن كما قلنا قبل قليل تكتفي بالبيانات، وأن أنت قلت أن لديها الكثير من الخيوط التي يمكن أن تقوم بها، ما أبرز الخطوات العملية التي يمكن أن تلجأ إليها السعودية لردم هذه الثغرة الحاصلة في الشرعية في العلاقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية؟ هل ما زالت تستطيع أن تقوم بشيء، خصوصا وأن المجلس الانتقالي يرشح من كلامه بأن هناك دعما ما خفيا من قبل التحالف الإماراتي السعودي لمواقفه وإن لم يقل هذا علنية حقيقة؟ هو هذا الواقع بالحقيقة. السعودية يمكن أن تضغط على الإمارات لإيقاف الدعم الذي يعني يصل للمجلس الانتقالي. السعودية يمكن أن تمكن للشرعية وتسمح لها بالعودة، ويمكن أن تزود الشرعية بالأسلحة التي يعني حتى الآن متوقفة السعودية والتحالف عن دعمها للحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية حكومة شرعية، يحق لها في ضوء الظرف الحالي أنها تتسلح وأن تكون تمتلك طائراتها الحربية ويعني تقوي جيشها. العجيب أن كل مصادر التسلح الآن مغلقة على الحكومة اليمنية في هذا الظرف، وبالتالي فإن الجيش لا يستطيع أن يتقدم وهو غير مالك للإمداد. السعودية يمكن أن كذلك تتعامل مع القبائل، مع القوى الدينية، مع القوى الاجتماعية في اليمن والتي تمسك بخيوطها لكي تقف مع الحكومة الشرعية لتدير المناطق المحررة ثم تنطلق لتحرير صنعاء. بلا شك أن صنعاء هي الهدف، ولكن ما لم تكن الحكومة الشرعية مؤمنة الظهر وغير مطعونة في ظهرها فلا يمكن أنها تتقدم. نحن رأينا كيف أن المجلس الانتقالي عطل وصول الإمدادات إلى جبهة البيضاء. بالتالي فالسعودية تمتلك كثير من الأمور، الغطاء الجوي، تمتلك الأسلحة، تمتلك المنافذ التي يمكن للحكومة الشرعية تنطلق من خلالها، لكن السعودية حتى الآن لم تقدم للحكومة الشرعية ما يمكن أن يعينها على القيام بمهامها. أشكرك أستاذ أنور. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيوفي الكرام، الأستاذ أنور الخضري رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث، والأستاذ عادل دشيلة الكاتب والباحث، وكان كذلك معنا عبر الهاتف من عدن الأستاذ نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي. شكرا لكم مشاهدين الكرام، إلى لقاء قريب إن شاء الله.